السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سألت سؤال، لما بنشوف علامة من علامات يوم القيامة، وكان انتشر على الميديا الفترة اللي فاتت انه في علامة النبي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سوف تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، والناس فرحت كتير وبدأوا ينشروا الصور وفرحانين بيها. يعني لو انت فرحان علشان انت في حاجة النبي قالها واتحققت، يبقى هنا في مشكلة، لأنه النبي صادق ولا ينطق عن الهوى، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كل اللي النبي قاله اتعمل وبيتعمل وهيتعمل، لازم يكون ده يقينك، مش محتاج تستني تشوف علامة قالها رسول الله علشان إيمانك يزيد وكده. لو فرحان إن أنت شفت حاجة هو أخبر عنها، خلي بالك ده أخبر عن علامات يوم القيامة. يعني صلى الله عليه وسلم قال: بعثت وأنا والساعة كهاتين. النبي جاي معايا يوم القيامة. سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيوة، يعني لما أشوف حاجة النبي قالها واتحققت أعمل إيه؟ يعني محتاجين كلنا نفوق من الغفلة اللي احنا فيها ونتقي شوية أكتر، لأن ده يعني حاجة مخيفة، يوم القيامة جاي حاجة صعبة. يعني هل أنت مستعد؟ مستعد يعني ليوم القيامة والحساب وكده؟ احنا في آخر الزمان، دي حاجة تخوف. يعني ظهور آية أو علامة من اللي النبي قال عليها، وفي علامات كتير جدا ظهرت وتحققت، فده شيء مخيف. شيء يعني أنا استغربت، أنتوا فرحانين إزاي؟ يعني دي حاجة تخوف. العلامات بدأت، يعني آدي واحدة من العلامات كمان اضافت للعلامات الكتيرة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت. أيوة، يعني المفروض أعمل إيه؟ سواء أنا هتفرح أو مش هتفرح، عايزين نفوق من غفلتنا ونتقي الله أكتر وأكتر، ونستعد ليوم القيامة. ممكن تكون حاجة حلوة لسبب انت يعني عندك حاجات بتحذرك فوق. نفوق بقى، اصحى، انت يوم القيامة قرب، انت فين، تعمل ايه كده. يعني ده كان بالنسبة للسؤال ده. كان في سؤال تاني سألته: ليه الحقد والغل على ديننا دايما وعلى اسلامنا والحاجات دي كلها، والناس اللي حرقت المصحف و و و اكتر حاجة توجعهم مش انك تاخد اي رد فعل، غير ان انت تتمسك بالقرآن اكتر واكتر، تفهمه وتعمل بمقتضى احكامه، تعلمه لاولادك، تحفظهم القرآن. ده واجبك حاليا تجاه القرآن، تعلمه، تعلم قراءته، احفظه ما استطعت الى ذلك سبيلا، علمه لاولادك، حاول تفهمه، حاول تفهم رب العالمين بيقول لك ايه، ايه اللي المفروض اعمله. راجع وردك مع القرآن، بتقرأ ولا لا، بتعمل ايه مع القرآن، كيف حالك مع القرآن. مش مطلوب مننا دلوقتي في حالتنا دي غير ان احنا نعمل كده بس.